برعاية وحضور سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مصنع الغاز التابع لشركة توسعة غاز البحرين الوطنية. وتشمل الاتفاقية جميع الأعمال الهندسية وشراء المواد اللازمة لبناء المصنع بقيمة 355 مليون دولار أمريكي. وقد وقع الاتفاقية الدكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية عن مملكة البحرين، وسيد يوشيهيرو شيغيسا الرئيس الفخري لشركة جي سي كوربوريشن اليابانية. وأكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا بأن التوقيع على اتفاقية إنشاء مصنع الغاز التابع لشركة توسعة غاز البحرين الوطنية يعتبر إنجازا مهما يضاف إلى الإنجاز الذي حققها قطاع الطاقة في مملكة البحرين. وأضاف وزير الطاقة بأن هذا المشروع والمشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تم تنفيذها خلال العام المنصرم تعكس الدور التنموي والريادي الذي يلعبه قطاع النفط والغاز والطاقة في المسيرة التنموية الاقتصادية التي تشهدها البحرين. وقد تنافست ثلاث شركات عالمية من خلال مجلس المناقصات والمزايدات حول الحصول على مناقصة تنفيذ وتصميم مشروع مصنع الغاز الجديد. من جانب آخر، قدم سعادة الدكتور الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لإسنادها ودعمها لقطاع النفط والغاز، معربا عن تقديره لوزير الطاقة لدعمه المتواصل لبرامج شركة غاز البحرين الوطنية. ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إنشاء المشروع 32 شهرا على أن يتم اعتماد التشغيل التجريبي وبدء التشغيل الفعلي في شهر سبتمبر من عام 2018. بتوجيهات من القيادة الرشيدة وكذلك بتحفيز من جميع الجهات الحكومية وخصوصا سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر سمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. هذه سادس اتفاقية توقعها هيئة النفط والغاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز. قبل هذا كان وقعنا اتفاقية للغاز المسال، بناء مرفأ الغاز المسال بكلفة 600 مليون دولار، وقبل ذلك وقعنا اتفاقية تشييد الخطوط الجديدة لأنابيب النفط التي تربط البحرين مع المملكة العربية السعودية بمبلغ 350 مليون دولار، وقمنا كذلك بتوقيع اتفاقية لضغط الغاز في شركة تطوير ب 100 مليون دولار، وقمنا كذلك بتوقيع اتفاقية مع شركة مطار البحرين لنقل خزانات وقود عراض ب 52 مليون دولار، واليوم 355 مليون دولار. فكل هذه المشاريع الكبيرة سوف تدر الكثير على اقتصاد مملكة البحرين من ناحية العمالة وفرص التوظيف، وكذلك شراء المعدات وتحريك العملية التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين.